داعي صديقي. ذهب المهندس الى هناك الى محمية مرغم، اعتزل المهندس ميادين السباق. وداعا يا صديقي، وداعا يا صديقي المهندس، وداعا يا مهندس السباقات، وداعا الى محمية مرغم. تهانينا يا بن غدير على هذا الاعتزال المشرف لهذا الاسطوري. ايها الاخوة المتابعون، مشاهدينا الكرام، شوط السيف، الشوط المليوني، شوط الاشواط، بصوت اخي وزميلي نايف بن سعود البلوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الحفل الكريم، متابعينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مساء الرموز، مساء السيوف، مساء الأبطال، مساء الوداع، مساء الاعتزال، مساء التاريخ بأكمله، مساء 8 كيلومترات لسيف ختامي المرموم. دانت الدنيا دبي تودع أبناء القبائل بشوط الختام، كما ودع المهندس جماهيره وأبطاله ومحبيه. أبدأ مع حضراتكم للتعرف على القادمين من أجل هذا السيف، أغلى السيوف وأعتاها، أقوى السيوف لأبناء القبائل. أبدأ مع حضراتكم مع مقدمة الشوط، المركز الأول، من قدم لنا في هذا المساء، قدم لنا بي خاطفة لسيف الانتاج. ومن قدم ذلك البطل الذي اعتاد الجماهير على رؤيته وصدم الجماهير بوداعه؟ من قدم المهندس خاطفا للرمز قبل قليل، يبحث عن سيف الختام ليقدم لنا شعار بن غدير بن غدير، يقدم لنا فبركة الواثق من قدراته، الواثق من انجازاته، الواثق بتاريخه المشرف حمد بن راشد بن حمد بن غدير، يقدم لنا فبركة على مستوى المركز الاول. المركز الثاني، غيهبان، غيهبان القادم، القادم بشعار مرغم، بشعار مرغم. ومن قاد مرغم كثيرا وقاد مرغم لإنجازاتها وبطولاتها، محمد بن راشد بن غدير يتقدم مع غيهبان بثقة الواثق مع المركز الثاني. المركز الثالث، القادمة في هذه اللحظات زريق، القادمة مع المركز الثالث بإنجازها، بتاريخها، بسيفها في العام الماضي، بدانة الدنيا دبي وسعادة فرج بن حمود الظاهري. لا هدوء يا المحيط الهادي، لا هدوء في هذا اليوم. إما السيف ولا فلا مع زريق القادمة. المركز الرابع، ممثل للمدام دائما في كل المحافل، يقدم لنا الظبي، الظبي القادم بكل قوة، يقدم لنا الظبي سالم بن سيف بن كليب. المركز الخامس، القادم الظبي منصور بن محمد بن منصور الخيار، يقدم لنا شعار الكبير والقدير، ايام وانجازات واسماء عرفت مع هذا الشعار، ايام اعلان وما ادراك ما اعلان. رحمة الله عليك يا محمد يا بن منصور يا الخيارين، والبركة في ابنائه واخوانه. العودة الى مقدمة الشوط، هذه الخلسلة
المراكز الاولى، ولكن يا اخواني ما بعد المركز الخامس، ما بعد المركز الخامس شعار يجبرك على المناداة، ليس لانه بن حماد وهو يستاهل، ولكنه مثل الامارات بانتزاع سيف النقاط في المملكة العربية السعودية. يتقدم المضمر علي بن سعيد الزرعي، يا الزرعي يا علوه يا علوه يا علوه يا علوه، استيف وين شالوه وين شالوه؟ اهالي مرغم اهالي مرغم مع فبركة، فبركة ما زالت فبركة على المركز الاول، تسيطر بسيطرتها المعتادة بشعارها القدير مرغم وهجنها، ومرغم وسالم مشاكلها، ومرغم ومحمد قايدها، ومرغم وحمد واثقها، ومرغم ومحنكها سعيد، ومرغم وفكرها علي، والحميدي العمري 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 الحميدي الحميدي يردد نحمد الله جت على ما تمنى، نحمد الله جت على ما تمنى، يتبقى سيف الختام. الله يا الظبي، الظبي مع المركز الثاني، المركز الثاني القادم مع شعارك يا ابو محمد سيف بن علي بن كليب، يقدم لنا شعار ممثلا لأهل المدام مع المركز الثاني. المركز الثالث زريق، زريق وسيفها في العام الماضي وسعادة فرج بن حمود الظاهري، يقدم لنا زريق. المركز الرابع الظبي، يقدم لنا الظبي منصور بن محمد بن منصور الخيارين القادم من الدوحة. المركز الخامس وشعارك يا بن حماد مع شدا مع المركز الخامس، مانع بن علي بن حماد الشامسي مع المركز الخامس، العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى فبركة، إلى فبركة ليست بفبركة إعلامية، بل هذا واقع ميداني. ماذا يفعل بن غدير؟ ماذا يفعل بن غدير؟ يعيدنا لأمجاده، يعيدنا إلى تاريخه، إلى بطولاته، إلى أرقامه، إلى حاضره، الواثق من قدراته، الواثق الواثق. لا قال فعل، لا قال فعل. حمد بن راشد بن حمد بن غدير، المركز الثاني الضبي بن كليب، بن كليب ناوي على سيف الختام، ناوي على سيف الختام. بو محمد وله عوايد، وله ايام وانجازات، وله ارقام وبطولات. سيف بن علي بن كليب اهل الشحانية اهل التحدي، يتحركون مع شعارك يا الخيارين. الضبي يا منصور، الضبي يا منصور، اهالي الدوحة، منصور بن محمد بن منصور الخيارين يقدم لنا شعار القادم مع الضبي. رابعا زريك لسعادة فرج بن حمود الظاهري. المركز الخامس شدا، مانع بن علي بن حماد الشامسي، 1200 1200 بن غدير وبن كليب الخيارين اعلنوا حال الطوارئ، اعلنوا حال الطوارئ. مع الظبي، مع الظبي، السيف الى مرغم، والليلة الدوحة، الى الدوحة والليلة مرغم، مرغم والاهالي الدوحة. فبركة والضبي، فبركة والضبي، فبركة والضبي، الخيارين وبن غدير، بن غدير والخيارين، بن غدير والخيارين. السلام الى دوحة تميم، السلام الى دوحة الامجاد، الى دوحة البطولات، الى العوين. منصور بن محمد بن منصور
الخيارين. رحمة الله عليك يا محمد يا بن منصور، والله غانم ما خلى عوايدك، ما خلى عوايدك، ومنصور بن محمد بن منصور الخيارين ما حركوا الظبي. فبركة قادمة، فبركة قادمة، بن غدير السلام إلى الدوحة، السلام إلى الدوحة، أجمل لوحة مع سيف الختام. فبركة عادت، فبركة عادت، الظبي وفبركة، الظبي وفبركة، الظبي وفبركة، الواثق والخيارين بن غدير لا تامنوا الغارة، لا تامنوا الغارة، ما بين شذا، ما بين فبركة، فبركة والظبي، ولكن الظبي بطولات وامجاد ونواميس باستمرار، خلقنا كبارية ونبقى كبارية إلى الدوحة، إلى دوحة تميم الأمجاد، تميم البطولات، الخيارين منصور، منصور يا ولد محمد يا بن منصور، تهانينا إلى الأشقاء في الدوحة، في الدوحة، أهل الانتصارات، أهل البطولات، أهل الإنجازات، افتتحوا هذا المساء بسيف هتاش، وعادوا واختتم المساء بسيف عنابي. إلى الشحانية، إلى الشحانية عبر الخطوط القطرية، مسجل باسم منصور بن محمد بن منصور الخيارين، وإلى غانم بن منصور الخيارين، وإلى أهالي الدوحة كافة، يستحقون هذا الانتصار. أظن 10 دقيقة وثانية وجزئين من الثانية، السيف عنابي، السيف سيفك يا الخيارين، 12 دقيقة وجزئين من الثانية بدون أجزاء من الثانية، 12 دقيقة وثانيتين بدون أجزاء من الثانية، فبركة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، 12 دقيقة 5 أجزاء وجزء من الثانية، دوامة الواثق بن غدير من أتى مع المركز الرابع، المركز الرابع في هذا المساء، هوايل محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وخامسا شدة مانع بن علي بن حماد الشامسي. هكذا قضيت أمسية